مرحبا شباب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح نلعب ماينكرافت على الموبايل ورح احاول اربحها كلها. هون بعدنا بالمرحلة ايزي، وصلنا للمرحلة الثانية الصحراء. وهون كانت شوي صعبة المرحلة، بس قدرت اتخطاها، بس وهي تخطيتها كفى علي. هلا بدنا النقطة هاي، صرنا بالمرحلة الرابعة. نطيت. إذا حبيتوا الفيديو حطوا لي لايك مشان بارتو. هون وصلنا المرحلة الخامسة، وهون نزل. هلا وصلنا على متاهة، هيدا متاهة شوي دخلت فيها، ما عرفت هلا فزت بالحيط. إذا حبيتوا الفيديو شاركوا لنا الفيديو، حطوا لنا لايك، فرحونا شوي. وهلا يلا بقالنا شوي بنتخطاها. كليك على اليمين، روح على اليمين، يسار، خالصة. هلا هون الزلج بتزحلة صعبة هون، بس بدنا نخلصها. احنا كفو خلصناها. وهون كل الأورات موجودة. وهون بهي المرحلة احنا طال الاميرالد على الدايموند كول. وهلا صرنا المرحلة التاسعة، وبدنا نطلع المكتبة الأولى. تاني هاي كتير ايزي، حلو. وهلا هون تقريبا نزر، حلو، ايزي سلسة. وهون كانت شوي صعبة، لأنه يعني ما بعرف كانت شوي صعبة. ويلا بدكم شي، سلام.